المقابله بصفه اجماليه كانت مقابله متوسطه، وكانت الجانب التكتيكي غالب عليه حتى ان اي فريق ما يخرجش من هزمه. دونك عزيز كما سمعت معايا ديك لافاسيون ديال فريق المحجزي ديال الماتش كان تكتيكي، الماتش ما مشاش النيفو تاع الاعتماد لانه كان والحذر حيث الحضر من جانب الفرق. نسمعوا على ديكلاراسيون ديال المحجزي غير في السلعجات. الحجزاني كتعرفوا انه طاقم تقني مكون من خمسه ديال الاخوان، عبدو ربي هو المساعد ديال المدرب، وعبدو ربي هو اللي عنده المنوط باللقاءات الصحفيه وبالندوات من اول السنه لدابا، لا في الانتصار ولا في الهزيمه ولا في اي بلاصه. ونهار تلقاو العجلاني في شي ندوه صحفيه في اي ملعب، عرفوا بان انا هو عاود بلا ما قلت انا المسؤول على الندوات الصحفيه، مسؤول على المسائل باش دونك عزيز هذوك الرد ديال السي احمد السي جاي بالنسبه للغياب ديال السي احمد العجلاني. انا نمروا الاسئله ديال الزملاء الصحفيين اللي غنحاولوا نتقربوا اكثر من خلال السي جي على الفريق اولمبيك ريدون. انتصار مهم بعد اربعه ديال الهزائم كما ذكرنا خويا عزيز، انتصار كيجي على الاكستيريور امام فريق رجاء الهلالي المركب الرياضي محمد الخميس، انتصار سواء رشيد الدوسي سواء المساعد سعيد الخياطي اللي تمنيو هنا لا كونفيرونس دو بريس باش ناخذوا ديكلاراسيون بارابور الهزيمه اخرى ثالث هزيمه على التوالي لفريق الرجاء الرياضي. دونك كما قلنا غندوزو الاسئله ديال الزملاء الصحفيين على السي جي دائما كيوضح الغياب ديال احمد العجلاني في واحد لو سونس دومور لانه سيخسر 3 بوان على الاكستيريور. غنسمعوا الاسئله ديال الزملاء الصحفيين زعما في انتظار كما ذكرنا سي رشيد الطاوسي، وسؤال ديال الزملاء هو حول السؤال فيما يخص الازمه ديال الرجاء الرياضي، وان هذه الازمه سهلت المأموريه على فريق الرياضي تقريبا. سمعوا ذكر راجل بانه تغيير هو صراحه تغيير المدربين كيعطي واحد الانطباع بانه اي مدرب اللي كيجي كيبغي يدير الخطه ديالو، كيبغي يعرف المجموعه ديالو، كي النمط ديالو لا كونسيبسيون دو جو ديالو كتطلب شويه ديال الوقت، فهذا عامل سلبي بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. الا ان بالنسبه لفريق اولمبيك خربي كان الهزائم المتتاليه، وحتى مني شفت انا الوقت اللي سكرتير صوبوا لا فريد ماتش وشفت انا لا ليست ديال الرجاء البيضاوي، عرفت بان المدرب معتمد على بزاف ديال اللاعبين مدافعين. دونك صراحه انا تكلمت مع المدرب وكنت مرتاح لانه يلاه كاين الصالحي والوادي، هادو جوج اللاعبين اللي يمكن عطينا بجوج اللاعبين اللي كانوا لاصقين لهم ان ماركاج انديفيديوال، والشيء الاخر عند كاتر ديفونسور بلس دو ديفونسور ثاني اللي كاينين في الميليو تيران. صراحه كان الطابع الدفاعي غالب على التركيبه ديال فريق الرجاء البيضاوي، هذا هو اللي سهل الماموريه علينا. رغم ان العياء راه دب اللاعبين ديالنا، ولكن حنا حاولنا كيفاش نركزوا على الدفاع الوسط الميدان، وكما قلت لك نحاولوا نمشيو لبعض الهجومات المضاده اللي عطاتنا دو بالاريس اللي عطاونا دو بيس، والحمد لله انتصار اللي خرجنا من الشك من بعد الهزائم المتتاليه ديال فريق اولمبيك خريبيه.